بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الأستاذ الدكتور جعفر نجم نصر، أستاذ أنثروبولوجيا الدين والمجتمع الدين في الجامعة المستنصرية. ستكون عنوان محاضرتنا لهذا اليوم النظريات المفسرة لظهور الدين في أنثروبولوجيا الدين، أو النظريات المفسرة للدين من منظور أنثروبولوجي، وأهم الانتقادات الموجهة إليها. بطبيعة الحال هنالك مجموعة من النظريات الأساسية التي حاولت تقديم تفسير أو منظور يساعد على الفهم الثقافي لنشأة الدين عند البدائيين، ونحن نركز دائما على مفهوم البدائيين بوصفهم الوجه الأول للإنسانية، أو هم عبارة عن التجربة الإنسانية الأولى التي حاولت أن تتعرف على المقدس في حياتها اليومية. هنالك بإجماع كثير من الباحثين ما يتجاوز بحدود 14 نظرية مفسرة لظهور الدين. هذه النظريات هي بعضها يشبه بعض، إلا أنها قد اختلت في مفاهيم وقضايا جوهرية. فمن أبرز هذه النظريات الأربعة عشر التي تبدأ بالمفهوم أو بنظرية الضعف أو العجز البشري، ونظرية الطفولة البشرية، ونظرية عبادة الملوك، ونظرية السحر التي قال بها إيفار لسنر في كتابه الإنسان والعالم والله، بالإضافة إلى نظرية القربان ونظرية التوتمية ونظرية الإله الواحد، بالإضافة إلى هنالك مجموعة من النظريات الأخرى المتفرقة التي تحدث عنها إيفان زبريتشر. ضمننا سنحاول أن نركز على أهم النظريات. حقيقة هنالك مجموعة مهمة وأساسية من هذه النظريات التي يمكن التركيز عليها. أولا نظرية القربان، والنظرية التوتمية، ونظرية الإله الواحد. تعتبر هذه النظريات الثلاث نظريات محورية ومهمة، لأنها قد استحوذت على اهتمام كثير من الباحثين. فعلى سبيل المثال، نظرية الإله الواحد هي نظرية قال بها القس ويليام شميدت أو الأب شميدت، وهو يقول بأن البشرية قد انتقلت من طور الوثنية إلى طور التوحيد، ثم ارتدت إلى الوثنية بعد ذلك، وأن الأصل في المعتقدات الدينية هي الاعتقاد بالتوحيد أو الإيمان بوجود إله واحد. طبعا هذا الإله الواحد مختلف باختلاف الحضارات والثقافات الإنسانية، فممكن كل حضارة تطلق عليه تسمية بحسب مدارها الأيكولوجي والثقافي واللغوي، ومن ثم يكون اسمه مختلفا من ثقافة إلى ثقافة أو من حضارة إلى حضارة. وربما كان التأثير الفكر اللاهوتي هو الذي دفع ويليام شميدت للقول بهذا الرأي، وإلا حقيقة لا يمكن التأكيد على وجهة نظره تلك، لأنه هذا الكلام لم يثبت في مجالات متعددة، و يعني حاول كثير من الباحثين انتقاده أو توجيه ملاحظات شديدة نحوه لاحقا. النظرية الأخرى هي نظرية القربان، والتي هي انطلقت من عدة باحثين، ربما المحور الرئيسي الذي قال بها هو روبرتسون سميث. روبرتسون سميث تقدم بهذا الرأي للتأكيد على قضايا جوهرية وأساسية عندما درس القبائل العربية، وقال إنهم عندما يأكلون أو يقدمون القربان إنما يعني أو بعض الحيوانات إنما هم يحاولون الدخول في الفضاء أو المجال القدسي. وهذه الفكرة أكد عليها لاحقا مارسيل موس وهيربرت المساعد الآخر الذي كتب معه مجموعة من المقالات الرئيسية والتي جمعت لاحقا وكتبت تحت منظور نظرية القربان سكريفايس.
طبيعة الحال روبرتسون سميث قدم منظورا مساعدا مهدا للقول بنظرية القربان وللقول كذلك بالنظرية التوتمية التي قال بها بعد ذلك أمير دوركهايم، لكننا نسعى للفهم حول ما قاله يعني مارسيل موس. مارسيل موس هو يعني أكد على حقيقة بأنه الكثير من البدائيين لم يستطيعوا أن يتواصلوا مع القوى الغيبية إلا من خلال تقديم القرابين أو من خلال تقديم الأضاحي، وهذا الأمر تمت دراسته من كتاب وباحثين كثر. طبعا هنالك إشارات مهمة قبل يعني أشار إليها ويل ديوران في كتاب قصة الحضارة عندما تحدث كذلك عن نظرية القربان بأنه إحدى أولى النظريات المفسرة لظهور الدين، والتي تقترن عادة أما بظهور المعابد أو أنها بمعزل عن المعابد. وهذا الأمر يرتبط ارتباط واضح وجلي مع موضوعات أساسية نحن بصدد الحديث عنها وشرحها. بطبيعة الحال نظرية القربان تعتبر من أقدم النظريات، وهي نظرية يعني رغم صلابتها وصلادتها إلا أنها تعد كذلك تخمينية، وهذه إحدى الملاحظات النقدية التي وضعت لنظرية القربان مثل ما وضعت للنظرية التوتمية. النظرية التوتمية هي التي قال بها أول من قال بها أميل دوركهايم وبعض البحارة كما أشار إيفانز بروتشارد في كتاب ديانة البدائيين عند الناسيين. قال أميل دوركهايم إن كثير من البدائيين يعتقدون أنهم ينتمون إلى جد أعلى، هذا أما أن يكون حيوان أو نبات، ومن ثم فإنهم يعتقدون بأنهم يرجعون إليه نسبا ويتواصلون عبره عن طريق تقديم الأضاحي والقرابين. يعني هنالك يعني تداخل في بعض النظريات مع بعضها، يعني لا يمكن لطقس ديني أو لاعتقاد ديني أن يتم من دون مجموعة اعتقادات أخرى ترتبط. حتى مثلا يعني أحد النظريات المفسرة لظهور الدين هي نظرية الأرواح أو الأشباح التي قال بها هربرت سبنسر، طبيعة الحال ضمن النظريات 14، يعني أن البدائيون قد رأوا الموتى يأتون إليهم في الأحلام ومن ثم آمنوا بوجود روح ونفس، ولا كيف أن الذي ينام في القرية مثلا ثم يجد نفسه في الحلم فوق جبل أو فوق هضبة أو في وادي، فهذا كل الأمور دفعتهم للإيمان بوجود أرواح وأشباح، ومن ثم وجود يعني للإنسان وجهين، الوجه المادي والوجه والوجه الظاهر والمكشوف، ثم هنالك الوجه الخفي وهو الذي يتصل بالروح الخفية التي تخرج من الإنسان وكي تلتحق بعوالم أخرى. طبعا هذا الأمر يتصل بأنه التوتمية هي جزء من عبادة الأسلاف، يعني هي متداخلة مع نظرية الأرواح كذلك التي قال بها هربرت سبنسر. ولاحظ هنا أنه إحدى الأشياء التي توجه يعني كانتقاد لهذه النظريات أنها نظريات تخمينية، ثم أنها نظريات غير مبرهن عليها ماديا وحقليا، بالإضافة إلى ذلك أنها قد عممت يعني تم تعميمها على كل الشعوب والثقافات، وهذا خطأ جوهري، إذ لا يمكن أن تكون هذه النظرية هي التي تفسر ظهور الدين أو ظهور المقدسات والمدنسات في حياة الناس بالعودة إلى مفاهيم جزئية تعمم على كل الشعوب والحضارات الإنسانية. ونحن إزاء ذلك بطبيعة الحال لا يسعنا إلا أنه نستفيد من هذه النظريات ونستأنس بها، لأنها تقدم لنا منظورات تساعدنا على الوقوف على الرؤية لما كان يفكر به الأنثروبولوجيين الأوائل عندما كانوا يفسرون ظهور الأديان عند البدائيين. طبيعة الحال لم يكونوا ينطلقوا من مفهوم أو توجه لاهوتي حتى يحسموا الموضوع، لأنهم كانوا يرون أن التعددية الدينية الموجودة كانت تعددية وثنية وأنها لا
ليست على صلة وثيقة بالأديان التوحيدية القائمة آنذاك. ربما هذه المقدمة العامة تساعدنا في فهم بعض النظريات، وعسى أن نوفق للتوضيح أكثر في محاضرة قادمة لبعض الأفكار الرئيسية والجوهرية الأخرى بإذن الله.